السلام عليكم اخي جواد. وعليكم السلام خو المر. فين عمي؟ شنو هو داك الشيء؟ واحد البياسه تقر نسولنا في الدار اخويا جايبنا نطلقوهم اخويا المرضي. كاين الذكر تما اخي؟ الذكر مقوبر واحد شويه، المهم ما عندناش علاش نخليوه اخويا نطلقوه. الطبيعه هذاك الشيء اللي كاين. انتم اخوتي الطبيعه. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، حنا راه مصيدين اليوم ما والو اخي، جبنا البياسات. اليوم الجمعه ما كاين ما يدار اخويا، شنو وقفه؟ هذاك الشيء اللي كاين اخويا انا اخويا. انا اخي هاك. هاك تفرج لي البياس كيطلق. خليهم يخرجوا راسهم. ويلي. حل عليهم قفاز وخليهم. انا اخويا. يسير سبو. انت اخي هاك. هاك. هاك كاين هاك وعدي ومال كتقع هاك هاك اخي هاك تبارك الله هاك هاك اخي يلا اقعد اقعد ونوض حنين يلا الموقعني مفرقه اللي بغا يجي يصيد عليها ورم مرقد ورم مرقد ورم مرقد هاك اخي افا صبرك سالا يا وليدي اسلع مي السكه ديالنا براك براك ديال الخلود اللي بغا يجي يصيد هاك شنو تقول لهم اخي جواد تحياتي للخوت كاملين واحد واحد طايله فراق هنا اللي بغا يجي شي صندوق الشلابيه الشلابيه شنو كتقول لهم؟ ربعه الشلابيه تهدنوا الكلاب يلاه خوتي ها الاخوان معانا ها المقاتله هيا هيا البياسه قعدوا وما كتكعس قعدوا نوض يلاه الاخوان